بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا، حضورنا الكريم على بركة الله وحوضه، ينطلق صوت جديد من انطلاقات الخير، من انطلاقات في هذا اليوم هنا على أرضية ميدان الطي، صوت المهجنات الجعدان الأصايل. نتمنى دائم التوفيق والناموس للإخوة المشاركين هنا من أرضية هذا الميدان. نذهب مع الصدارة، نذهب إلى الناموس، نذهب هنا مع اللي في المركز الأول شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن راشد بن غدير شاهين هنا على المركز الأول. المركز الثاني أيضا يأتي شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة شاهين في ثالث المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن راشد بن غدير. النقله على المركز الرابع يأتي فيه زعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم، حمد سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الخامس هنا يأتينا شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم، حمد بن راشد بن غدير هو من يدفع بشاهين، بينما اللي في المركز الخامس امليح لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن عبد الله بن صبيح. وفي المركز السابع، المركز السابع من يتواصل هنا معانا البطل لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم، حمد برا او عفوا خلف بن مضر بن علوان، بينما اللي في المركز الثامن هناك الخليج محمد بن عبد صبيح الفلاسي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع هنا من يأتينا مليح لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد او عفوا عبد الله بن علي بن واس. وفي عاشر المراكز اللي في المركز العاشر هنا يأتينا مخوف لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن محمد غلفان بن حزين. ما شاء الله، عشرة مراكز ذعناها عليكم بالوفاء والتمام والانفراد، الانفراد الانفراد الانفراد. هنا مع اللي في المركز الأول، مع اللي مسيطر على المركز الأول، اللي منفرد بشعاره بأداء الجميل ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل، على هذا الأداء المميز حتى هذه اللحظة اللي يقدم شاهين منفرد، يبغي يحلق هنا بأجواء وسماء أرضية هذا الميدان بناموس الرابح هنا بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن راشد بن خدير للشبي الواثق، هو من يدفع، هو يعني هنا عنده العناية والتضمير، بينما لف المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، حمد بن سعيد بن حلوة شاهين على ثالث المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن راشد بن خدير زعفران على المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري شاهين. في المركز الخامس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم، حمد بن راشد بن خدير. النقله على المركز السادس، المركز السادس اللي يأتينا فيه مليح لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم مع سيد محمد بن عبد الله بن صبيح، سابع المراكز هناك المنطلق والمندفع ما شاء الله تبارك الرحمن شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن راشد بن غدير. بينما اللي في المركز الثامن، اللي في المركز الثامن يأتينا مليح لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبد الله بن علي بن واس. والمركز الرابع او عفوا العاشر هنا يأتينا مخوف لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن محمد وخلفان بن حزيم. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا أيها الإخوة كان النداء في هذه الكوكبة المميزة، الإعصار المميز ما شاء الله ما شاء الله، ما زال النوع الفريد، ما زال النوع الفريد أيضا متواصل، مواصل أداء واندفاع حتى هذه اللحظة على المقدمة، على المركز الأول مسيطر سيطرة جميلة، حامل هذا الشعار، حامل النقطة الرابعة حتى هذه اللحظة
هناك ثلاث نقاط ينقضن ويرحنن أيها الإخوة عبر الأقمار الصناعية إلى العزبة الخاصة، العزبة الخاصة المحمية المميزة التي تحتضن هذه السلالات العريقة، هذه السلالات المميزة هناك في عزبة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم شاهين للمركز الأول، مسيطر صامت على مقدمة الشوط لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن خدير، ما شاء الله هو من يدفع بشاهين النقلة على المركز الثاني. يأتي زعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم مع سعيد بن عبيد الحمير النقلة على ثالث المراكز تاهين لسيدي سمو الشيخ مكتوب بن حمدان بن راشد مكتوم محمد بن سعيد بن حلوه المركز الرابع، المركز الرابع أيها الإخوة. هنا يأتي شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، شو هاي ما شاء الله، شو هذا الأداء ما شاء الله، بدأ ينفرد بدأت الأسامي تأتي وهذه بالك يا شاهين رفيقك بدأ يقترب بدأ ينضم إلى ثاني المراكز، بدأ ينضم إلى المركز الثاني. سلام من الله عليكم، سلام من هنا وإلى هناك، سلام للنقطة الرابعة، شكرا لهذه النوعية الفريدة الأولى من نوعها في هذه العزبة الخاصة، شكرا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على تألق هنا على أرضية ميدان الطي، شكرا للواثق بالحقيقة حمد بن راشد بن خدي شاهين عند الانطلاق وحتى هذه اللحظة مسيطر على المركز الأول والمركز الثاني والثالث، كلهن تعود ملكيتين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم شاهين على المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم خامس المراكز. من يأتينا زعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم 6 دقائق 15 ثانية 93 جزء الثاني هو توقيت شاهين، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا المال الكريم وعلى هذا المال المميز.